مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الكاستر بطريقة كتير سهلة. عندي 4 اكواب حليب، 3 معالق طعام سكر، 3 معالق طعام كاستر. بحرك على الغاز ليتجانسوا مع بعض. بصار الكاستر بهذا الشكل. هلأ بدي اعبيهم بكاسات. طريقة كتير سهلة وسريعة. طلعت 3 كاسات. هلأ بحطهم على جنب ليبردوا شوي، برجع بحطهم بالبراد. بس برد الكستر بهذا الشكل. هلأ شو بدي اعمل؟ برشة شوكولا شوي، برشن على الوجه. شفتوا كيف؟ فيني احط فريز، فيني اي شيء حسب الرغبة. هذا الكستر اللي عملته انا وياكم، طريقة كتير سهلة وسريعة. بتمنى تجربوا الطريقة وتعجبكم. ان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. The recipe for this video in the description box. Bye bye.